السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا اليوم ملخص مباراة المنتخب الوطني المغربي للمبتورين اللي لعبوا المباراة ديال نصف النهائي أمام المنتخب النيجيري. للأمانة اللي كان الانتصار ديال المنتخب المغربي أو الانتصار ديال المنتخب النيجيري كيديك تلعب مباشرة مباراة نهائية أمام المنتخب الجزائري إن شاء الله بالخريطة. أصدقاء ديالي، أش غيقول الإعلام الجزائري؟ سير واحد 15 يوم ديال الهضرة عاوتاني معاهم. أصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الملخص ديال المباراة وأنتم حكموا وأعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. ما كرهتكمش خوتي العزاز، تبركونا على واحد لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقائي الأعزاء، ما نطولش عليكم، دوزوا مباشرة نشوفوا الفيديو ونطلعوا في النهاية ديالو. دابا لازم ترجع مكان المدافع إيزاجي من نيجيريا، وديعتين من بداية اللقاء، من أولى سريعة في اتجاه محسن شاو وبيشوط وجوه المنطقة وترجع له مرة ثانية وجول جول جول جول. محسن شاب يسجل اول اهداف اللقاء. محسن شاب يسجل، تعاملت واحدة والتانية وعلى طول. بص شوف ادي اهو لمة حلوة اوي يا ولاد، وهات وخد وجوه الجول، ما يقدرش يعمل لها حاجة. اليامي حارس المرمى ليصبح اول اهداف اللقاء السريع مع بداية المباراة. ادي اهو رجعها له حلو قوي محمد الهرشي. محسن شاع يعدي يعدي وتمر بجوار القائم وتمر بجوار القائم. يا محسن محسن بيقشر، بيدي كورة المقشرة، بيدي كورة المقشرة للهرشي ويسجل منها الهدف الثاني. محمد الهرشي محمد الهرشي هدف محمد الهرشي ده الهدف. وترجع الكره ما بتقفش، الهجمه دي ورايحه فين؟ رايحه فين؟ رايحه جول. خطأ من يوسف جلال ومجهود قوي جدا من جريم محمد. جريم محمد هدف المنتخب النيجيري يحرزه اللاعب محمد. وباحو ينقل لمحسن، وادي تصويب. الله 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا محسن يا ولد يا ابو الاحسان، ايه الهدف الحلو ده يا محسن؟ الله يا عليك الله يا محسن. بص شوف وباحو يزقها له وهو ماشي، بص وهوبا جوه الجول جوه الجول، حاططها في الزاويه بعيده خالص 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 كده، يعني كانه بيقول للمنتخب نيجيريا الجول اللي جبتوه ده هو حطينا واحد قصاده. مره ثانيه سريعه لسبيا الياس 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 بيا بيقول انا موجود، الياس بيا بيقول انا موجود، انا مسجل قبل كده 3 اهداف في هذه البطوله. الله 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 الله، بص حدادي ويا سلام على الترقيصه، ودخل وبشماله وحطها تحت ايد الحارس 4-1. لا لا لا، ده فريق المغرب لما بيحب يكشر عن انيابه بيكشر. وادي اهو هايل يا ولد، هايل هايل هايل، ده انت هايل وهايل وهايل، ده انت الهايل الكبير يا ابني. النهارده بيسجل محسن النهارده هدف خامس، ده انت ولد هايل والله يا محسن. بص خدها من البدايه وراح وحطها في الزاوية القريبة 5-1. لعيب هايل 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 مفيش كلام، بيعتمد على انطلاقات محسن بشكل كبير جدا. منتخب المغرب وفارق لمحسن لحدادي يمين ويعدي من إزاجه ويحط الكورة عند سبيا وترجع ورا
ورا مرة مع نيجيريا وبنلعب في الدقيقة 29، يعني بقالنا ضغط 5 دقايق من الشوط الثاني. انما المغرب سيمفونية مغربية 5-1. محسن يلعب الكرة جامدة لياسبيا، انما يضحك الكرة اليامي يطلع الكرة من قدامه اهي، ولا خبطت في ازاجي وخرجت الى الملعب. تحية من اداري الفريق، وادي تحية من المشجعات. والركلة الحرة هيلعب محمد الهاف الكورة عند المرمى، وادي على طول انما يمسكها الحارس، كانوا مستنين الكرة تقع من الحارس لسبيه، وهو ماشي سبيه عايز يشوط، انما على طول تتاخد منه الكورة ويلعبها فريق نيجيريا، انما ترجع مرة تانية سريعة ورا، لعب لأباحو، أباحو يمرر الكرة للعور دي، والعور دي يشوط وترجع لأباحو ويجيب جول، وجول جول 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 ياسين أباحو، كان ليها هدفين قبل كده والنهارده بيسجل 6-1. ادي أباحو سلم الكرة، اتشاطت، ردت من الحارس، يكمل على طول جوه الجول، 6-1 للمغرب. مباراة ممتعة بيقدمها لنا سيمفونية مغربية، بيقدموها فرقة المغرب، عشان كده يضمنوا يكسبوا المباراة. الفرق اللي عندها المهارة، اللي عندها المجهود، اللي عندها اللعب، لما تتاخد مرة تانية مع المنتخب المغربي بيقسموا حلو قوي، انما قطوع الكرة اللي فاتت دي، بيدي بقى فرصة لكل لعبته عثمان النجمي، وادي على طول ملعوبة يشيلها الحارس، حرك بيريحه من والركلة الحرة وتصويبة، انما فوق العرضة، فوق اللي متسيدة فريق المغرب. حاول ياسين على الكرة، كرة مع ياسين يلعبها لتوفيق، انما تخرج بقى. وادي جوين وهوبا، انما على طول يونس جلال حاطط ايده بمنتهى القوة قاطعها، يجري على طول يحاول انه يخلص. اصدقاء ديالي خوتي العزاز، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش خوتي العزاز، تبركونا لو واحد لايك، تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من صميم ديال قلبي لي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما دائما بجديدنا. ان شاء الله وليا فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العادة كان معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو، إن شاء الله وليا فراسكم، السلام عليكم.